مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده نبدا معاكم السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه. ليه النادي الاهلي نادي عالمي؟ السؤال ده انا قلته لحضراتكم امبارح، وهنا احنا مش بنتكلم مجرد اراء او مجرد وجهات نظر، الحاجات دي بترد عليها بشكل علمي وعملي، الحاجات دي تحسمها في النهايه مجموعه من الارقام، والارقام هنا بتتكلم على انه النادي الاهلي ممكن انت كمتابع او كمحب او كمشجع تبقى شايفه نادي عالمي، لانه ببساطه شديده جدا حقق عدد من الالقاب. معظم انديه العالم باستثناء او كل انديه العالم باستثناء ريال مدريد ما قدرتش تكسرها. ممكن تتكلم على تاريخ طويل جدا من التتويج، تاريخ طويل جدا من النجوم والاسماء اللي انتمت للكيان ده، فساهمت في زياده شهرته وشعبيته. بالتاكيد الشهره والشعبيه شيء مهم جدا وواحد من اهم عوامل النجاح، بس خد بالك انه الارقام لا تكذب، يعني وانت واقف وسجل يا تاريخ، يعني سجل يا تاريخ. الكلام اللي انا هعرضه على حضراتكم او الارقام اللي انا هعرضها على حضراتكم مرتبطه بمقارنه الاهلي بالانديه مش الافريقيه ومش الانديه العربيه، رغم طبعا انه الانديه العربيه تحديدا كمان يمكن امكانياتها الماديه بتتفوق بشكل كبير، لكن بتكلم هنا على مقارنه مع الانديه العالميه. خلينا نشوف مع حضراتكم ونتابع ايرادات الانديه العالميه وصلت لكام في الموسم او في السنه اللي احنا فيها دي، ومعدل الارباح والخسائر لنفس الانديه دي وصلت لكام. البدايه طبعا القائمه بتضم انديه بحجم بايرن ميونخ، انتر ميلان الايطالي، مانشستر سيتي الانجليزي، ريال مدريد الاسباني، يوفنتوس الايطالي، والاهلي المصري. وهنا طبعا ما حدش يقدر يشكك انه الانديه دي من اكبر انديه العالم. ميزانيه او ايرادات الماليه لنادي بايرن ميونخ في العام المالي الحالي وصلت ل 665 مليون يورو، حقق من خلال ال 665 مليون دول نسبه ارباح بلغت 17 مليون يورو. الانتر حقق 439 مليون يورو بنسبه خسائر 140 يورو. مانشستر سيتي 613 مليون يورو ايرادات ماليه بنسبه ارباح 41 مليون مليون استرليني، عفوا بنسبه ارباح 41 مليون استرليني من ال 613. ريال مدريد حقق 722 مليون يورو ايرادات، منهم بس 13 مليون يورو ارباح. يوفنتوس الايطالي حقق 443 مليون يورو، منهم 245 مليون يورو خسائر، يعني تقريبا ميزانيته او معدل انفاقه وصل حوالي 700 مليون يورو، بالتالي جاي معاه بالسالب ب 245 مليون يورو. الاهلي 3 مليار و87 مليون جنيه هي حجم ميزانيه النادي الاهلي الاخيره، بتوازي تقريبا 131 مليون يورو وبنسبه ارباح حوالي 7 مليون يورو. يعني في الارقام دي الاهلي متفوق على نادي بحجم اليوفنتوس ونادي بحجم الانتر من ناحيه تحقيق الارباح الماديه او الماليه في ميزانيته. طيب هل القصه كده انتهت؟ لا، لانك لازم تاخد في اعتبارك عوامل كتير جدا جدا مرتبطه بفكره الايرادات. طبعا الاهلي هو الاكبر على مستوى قاره على مصر بالتاكيد وعلى مستوى قاره افريقيا، وفكره حقوق الرعايه لانه كان في كلام كتير جدا عليها، حقوق الرعايه، حقوق البث التلفزيوني والرعاه والى اخره، دي قصه مش مرتبطه ببطوله. يعني خليني اقول لحضرتك مثلا انه بكره الصبح خلينا نقول ان في نادي مصري قدر يتوج ببطوله دوري الابطال وياخد سوبر افريقيا وياخد بطوله كاس العالم للانديه، هل ده معناه انه ميزانيته او انه مقابل الرعايه اللي هيحصل عليها هيوصل لنفس الرقم اللي حصل عليه نادي الاهلي؟ الاجابه بالتاكيد لا، لان في عوامل كتيره جدا بتحكم الموضوع. القصه مش بس قصه بطولات، هي قصه وتقدر تقول كده مشوار تراكمي. واحد نمره واحد فيه حجم الشعبيه، والشعبيه ما بتتبنيش في يوم وليله، الشعبيه بتتبني على مدار سنين طويله جدا، اجيال ورا اجيال ورا اجيال، لغايه لما وصل النادي الاهلي بقى عنده واحد من اكبر واكثر الاظهره الجماهيريه على مستوى العالم. ما بتحصلش ابدا نتيجه بطوله او نتيجه موسم ناجح. نمره اثنين هي فكره العمل المؤسسي، انه اي براند كبير جدا، اي شركه كانت شركه كبيره محليا او كانت شركه مالتي ناشونال او متعدده الجنسيات، بتدور دايما على الشريك اللي البراند بتاعه محل ثقه، البراند بتاعه يتناسب مع حجم اللوجو اللي هيتحط على تيشرت النادي الاهلي عشان يكون راعي ليه. وبالتالي العمل المؤسسي، فكره انه نجاح الاهلي مش مرتبط بشخص، ايا كان الشخص ده اسمه ايه، وايا كان الشخص ده قدراته ايه، وايا كان حجم تاثيره ايه، هو بيتعامل مع كيان ليه مؤسسات بتحكمه وبتقوده دايما للافضل، كل يوم في تطور افضل بكتير جدا من اليوم اللي قبله.
نمره 3 تيجي البطولات، نمره 4 تيجي الشعبيه والجماهيريه، ودي عامل مؤثر جدا 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 في قرار اي راعي، لان في النهايه القصه بيزنس، والرقم اللي بيتصرف مفترض انه يرجع اضعاف مضاعفه. وفي حاجات تانية كتير بتخش في الموضوع، كان من الممكن جدا انها تزود رصيد النادي الاهلي من حيث الحجم، من حيث الميزانيه، يعني كان ممكن جدا جدا انه النادي الاهلي تتخطى ميزانيته رقم ال 3 مليار او ال 150 مليون او 130 مليون يورو اللي احنا اتكلمنا فيهم مع حضراتكم السنه دي، اذا ما كان النادي الاهلي مثلا على سبيل المثال بيتكلم على انه نادي لكره القدم زي انديه كتير جدا زي مانشستر سيتي اللي كان موجود في القائمه. لكن الحقيقه انه النادي الاهلي نادي بيغطي كل الرياضات، وكل الرياضات فيه مصنع ابطال، يعني مش مجرد رياضه موجوده، لكن الحقيقه كلهم سواء رياضات فرديه او جماعيه بينافسوا على القاب، وبالتالي دي بالك او عبء كبير جدا على ميزانيه النادي الاهلي. واغلب الرياضات خلينا نبقى متفقين ملهاش مقابل مادي كبير قوي. دي نمره واحد. نمره اثنين، وهي انه النادي الاهلي نادي متعدد الافرع، يعني كل نادي موجود في الدنيا هتلاقي له مقر واحد فقط لا غير. كان من الممكن جدا انه الاهلي يكتفي بمقر واحد، بدل ما بنتكلم على 5 افرع جاهزين بالفعل او موجودين على الارض بالفعل، وفي فرع سادس ان شاء الله في المستقبل القريب، وفي كمان ميزانيه مخصصه لاستاد النادي الاهلي الجديد. كلها عوامل بتحط النادي الاهلي في خانه لوحده، كلها بتحط النادي الاهلي في صداره المشهد، ابى من ابى وشاء من شاء او شاء من شاء وابى من ابى. خلينا ندخل في تفاصيل حلقتنا، وعندنا النهارده طبعا كاس العالم بيقرب، فبالتاكيد الكاس حاضر معانا. النهارده في فقره مخصصه عن الكوب دي موند، الورلد كاب زي ما بيسموه، لان هو بدايته طبعا واساسها كان الفكره نفسها يعني كانت فرنسيه، جوري مي طبعا رئيس الاتحاد الفرنسي صاحب فكره بطوله كاس العالم واللي سمي اول كاس باسمه. هقول لكم النهارده ايه القصه وايه الحكايه بكاس العالم، وهنتكلم طبعا عن مصر وبلجيكا، وهنتكلم عن تمرينه الاهلي النهارده وكل التفاصيل الخاصه بفريقنا. خلينا نبدا الحلقه باهم العناوين. فقرات متنوعه للاعبي الاهلي في ميران اليوم، وعمار يواصل التاهيل. كولر يخصص فقره بدنيه للاعبين في الجيم. والاهلي يتدرب على فترتين غدا. منتخب مصر يخوض تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهه بلجيكا. والسنغال تحسم موقف ماني النهائي من مبارياتها الاولى في كاس العالم. هنسخن ومستنيين طبعا، خلاص العد التنازلي بدا، وفي انتظار بطوله كاس العالم هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، واحكي لكم حكايات كتيره جدا. بس خليني ابدا باخبارنا احنا. 11 يوم بتفصلنا عن مواجهه الاهلي مع المقاولين، ان شاء الله استعاده او عوده النشاط مره ثانيه، بطوله الكاس بتاعه الموسم اللي فات. فمن النهارده طبعا ومن امبارح بعد ما رجع الفريق من راحه سلبيه شغال مستر كولر، بس النهارده قرر ان التمرين يكون على فتره واحده بس، فتره صباحيه. بكره ان شاء الله التمرين يكون على فترتين، محاضره سريعه جدا نتكلم فيها مع اللاعبين، لاغلبهم جاهز اغلبهم راجع بقوه باذن الله، وفاضل يمكن عمار هو اللي بيغيب عننا، ومتولي طبعا اصابته ممكن تاخد شويه وقت، لكن اتوقع ان متولي يرجع بسرعه. وعمار دخل المرحله الاخيره من فتره او برنامج التاهيل بتاعه، وبالتالي ان شاء الله هيكون في الصوره ويفرق كتير جدا معانا جاهزيه عمار. نتمنى له ان شاء الله يرجع بمنتهى القوه. دي لقطات من تمرينه النهارده الصبح، وبكره زي ما قلت لحضراتكم تمرينه على فترتين. النهارده كمان بمناسبه التمرين يعني حسين الشحات طبعا، النهارده كمان منتخبنا الوطني هيعمل تدريبته الاساسيه، المران الاساسي لمنتخبنا الوطني ان شاء الله استعدادا لمواجهه بلجيكا بكل اللاعبين بقى، بصلاح والنني، وان كانت فرص النني اشوف انها صعبه شويه في المشاركه على الاقل بشكل اساسي، يعني ممكن يكون تغييره، لكن طبعا اصابته، ابتعاده عن الملاعب، عدم مشاركته في الفتره الاخيره مع الارسنال بتفرض على فيتوريا انه يعني وجهه نظر، ممكن الراجل يكون ليه قرار تاني، وممكن اداء النني في الملعب او في التدريبه يجبر الراجل على انه يبدا بيه، لكن الحقيقه عندنا اوراق كتير جدا. المهم نلعب ماتش كوره، نلعب جيم كويس، ما عندناش حاجه يعني نخسرها، مباراه في النهايه مباراه وديه ما هياش على بطوله مع منتخب محترم جدا، فيعني يهمنا الايمج بتاعه المنتخب بصرف النظر تماما عن النتيجه، تكون يعني مرضيه بالنسبه لجمهور الكره في مصر، وتكون بدايه ان شاء الله لمرحله جديده مع مستر روي فيتوريا. فكره انك ترص وتلعب على البلوك وتحط ال11 لعيب ولا ال10 لعيبه في منطقه الجزاء، ما احناش محتاجين مدير فني اجنبي يجي يعملها، احنا ممكن نعملها لوحدنا على فكره. فنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراه يوم الجمعه. اروح للسنغال سريعا، والسنغال حقيقه كانت
يعني املها بشكل كبير جدا، ومحدش يقدر ينكر انه الحقيقه واحد من اهم الاوراق، وتقدر تقول ان هو القوه الضاربه للمنتخب السنغالي، على الرغم ما اشوف انه على مستوى السكواد السنغال من احسن المنتخبات الافريقيه، لكن غياب ساديو ماني اصبح في حكم المؤكد. الكلام طبعا على لسان المسؤولين، في عبد الله سون عضو مجلس اداره الاتحاد السنغالي قال انه ساديو ماني نتيجه اصابته الاخيره مع بايرن ميونخ في شظية القدم، ده هيمنعه من المشاركة على الأقل في ماتشات السنغال في مشاركتها الأولى في أو مشاركتها يعني في مبارياتها الأولى في بطولة كأس العالم، وبالتالي هي ضربة بالتأكيد قاسمة لواحد من أفضل المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة. وأنا شخصيا كنت مراهن على إن السكواد ده ممكن يعمل حاجة، يقدر ياخد الأفارقة ويروح لبعيد في كأس العالم، لكن في النهاية تقدر تراهن برضو على الأسماء الموجودة في منتخب السنغال، ونتمنى التوفيق. أنا يعني هبقى سعيد جدا لو واحد من المنتخبات الإفريقية أو المنتخبات العربية قدرت تروح لبعيد في كأس العالم، ده شيء يفرحنا ويسعدنا كلنا بالتأكيد. طيب دي أخبارنا سريعا، إيه بقى قصة كأس العالم؟ إيه حكاية سرقته؟ تاريخه ابتدى إزاي؟ مين اللي فاز بيه؟ مين اللي اتسرق منه؟ ومين رجعه تاني؟ كل ده هتعرفوه في السادسة، بس اسمحوا لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم على طول. هي مش بس الحقيقة مجرد دولة عربية بتشارك في البطولة، لكنها كمان بطل آسيا، وكمان هي الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم نسخة 2022. الكلام على المنتخب القطري الشهير طبعا بالعنابي، هيكون معنا واحد من نجومه السابقين طبعا سيباستيان سوريا، طبعا نجم نادي العربي القطري ونجم المنتخب القطري، هيكون من خلال طبعا اللقاء من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. نشكره طبعا على مشاركته معنا في السادسة، وأهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. أهلا بكم ومساء الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأتأسف على المكان، ولكننا في مكان مع عائلتي، في مكان للجماهير مخصص للجماهير لمنتخب أوروغواي، ولهذا أنا أرتدي قميص منتخب أوروغواي، وأنا سعيد لأني أتشارك معكم هذه اللحظة. طيب خليني أتكلم الأول عن البلد المضيف لبطولة كأس العالم، بتشوف إزاي قدرة قطر واستعدادها على تنظيم البطولة؟ بدون أدنى شك الاستعدادات مهمة للغاية، والجميع ينتظر هذه البطولة وينتظر أمور كثيرة طيبة من هذه البطولة. وقطر كيف استعدت للبطولة والمونديال، ليس فقط على المستوى العالمي ولكن أيضا على المستوى العربي، أعتقد أن البطولة ستكون رائعة، والجميع سيأتي إلى قطر لكي يستمتع بمونديال جميل. هي يمكن مش بس عشان هي منتخب عربي، ومش بس عشان هي الدولة اللي بتستضيف البطولة، لكنها كمان بطل آسيا، وشاركت بالفعل في تصفيات أوروبا، وشاركت في بطولات كبيرة زي كوبا أمريكا. حظوظ وفرص المنتخب القطري في الذهاب بعيدا عن دور المجموعات من وجهة نظر سيباستيان سوريا. هناك جيل جديد من اللاعبين، جيل لقد استطاع أن يتوج بلقب آسيا، واكتسب خبرة أيضا من المنافسة في بطولة كوبا أمريكا وفي تصفيات أوروبا أيضا، وأعتقد أن هذه المشاركة ستمنحهم خبرة كبيرة وتنقلهم لمستوى آخر في كرة القدم. أعتقد أنهم استعدوا جيدا، أي نعم البطولة قوية للغاية والمنتخبات كلها قوية، ولكني أعتقد أن منتخب قطر سيدخل البطولة بحافز كبير، وأعتقد أنه سيقدموا بطولة كبيرة. ثلاث مواجهات بتفصل قطر عن التأهل للأدوار الإقصائية، مواجهة مع منتخب هولندا المدجج بنجوم على أعلى مستوى، مواجهة مع أقوى منتخب إفريقي في السنوات الأخيرة هو منتخب السنغال، ومنتخب الإكوادور. إزاي بتشوف الثلاث مواجهات، وتوقعاتك لمين المنتخبات صح اللي هياخدوا تذكرتين التأهل عن المجموعة الأولى؟ حقيقة الأمر أعتقد أن قطر تستطيع أنها تمر إلى الدور الثاني. نعم الأمر صعب لأنك تتحدث عن منتخب السنغال الأفضل في أفريقيا، الإكوادور أيضا منتخب قوي وقدم تصفيات قوية،
ومنتخب هولندا دائما مرشح للقب، ولهذا أعتقد هولندا ستتأهل بشكل مباشر، والمركز الثاني سيكون المنافسة بين السنغال وقطر والإكوادور. المباراة اللي ممكن تحسم التأهل، هل بترى أنها مباراة الافتتاح فوز قطر على الإكوادور، ولا بترى أنها مواجهة قطر أمام السنغال؟ أعتقد أن المباراة الأولى ستكون هي المفتاح التأهل، لأنها أمام الإكوادور والمباراة الافتتاحية في البطولة، وفوز قطر بهذه النقاط الثلاث سيكون مهما للغاية. أعتقد أن منتخب قطر سيحاول الدفاع عن هذه النقاط الثلاث وأن يقدم أفضل ما لديه أمام السنغال وهولندا، ولكني أعتقد أن المفتاح وكلمة السر ستكون في المباراة الافتتاحية. بما أنك مثلت بالفعل منتخب قطر ولبست تيشرت المنتخب، ودلوقتي بتظهر معنا بتيشرت منتخب الأوروغواي صاحب التاريخ الكبير جدا في بطولة كأس العالم، قلبك هيكون مع مين في البطولة، ومين اللي هتشجعه، قطر ولا أوروغواي؟ الحقيقة أن قلبي سيكون سيباستيان. فقدنا الاتصال ولا لسه معانا؟ طيب بتكلم على القصة بتاعت منتخب قطر ومنتخب الأوروغواي، هل بتشوف انه يعني، طبعا يهمني اعرف انت طبعا بحكم اصولك الأوروغوانية هتشجع مين، وشايف ازاي برضو فرص المنتخب الأوروغواياني؟ منتخب أوروغواي يمتلك حظوظ كبيرة لأنه فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار بطبيعة الحال، وسيقدم مونديال كبير. حقيقة الأمر أنني سأكون مع منتخب أوروغواي لأن عائلتي وولدت في أوروغواي، ولكني أيضا أريد أيضا أن يتأهل منتخب قطر بكل تأكيد. أحترم هؤلاء الناس كثيرا ولما قدموا لي، وقلبي سيكون مع الاثنين، مع أوروغواي ومع قطر بطبيعة الحال. يعني أوروغواي يمكن بتخوض البطولة دي تحت شعار البحث عن المجد الضائع، بداية يعني يمكن في بداية البطولة من يعني من ثلاثينيات القرن الماضي كان لأوروغواي حضور كبير جدا، هل تتوقع أن الجيل ده، وخصوصا أن في كتير من الأسماء والنجوم يعني معدل أعمارها بقى كبير، هل تعتقد أن أوروغواي تمتلك فرصة على الأقل أنها تروح لبعيد أو توصل للمربع الذهبي في البطولة الحالية؟ أعتقد نعم أن أوروغواي تمتلك لاعبين كبار بطبيعة الحال، فريق قوي ولديه روح قتالية كبيرة، لا يمكن لأحد أن يرشح أحد، ولكني أستطيع أن أقول أن أوروغواي بالإمكانيات والفنيات التي تمتلكها من لاعبين والشغف وحب كرة القدم يستطيع أن يقدموا بطولة كبيرة ويذهبوا لأبعد مدى في البطولة. هناك كافاني، نعم هناك جيل جديد من اللاعبين الذين يقدمون مستويات رائعة، ولكني أعتقد بكل تأكيد أنهم سيستطيعون أن يمروا للدور التالي ويذهبوا لأبعد مدى في البطولة. مين المنتخبات اللي رشحها سيباستيان سوريا للمنافسة على اللقب؟ مين الأجهز من وجهة نظرك، ومين اللي عنده قدرة على أن يوصل لمباراة نهائية ويتوج باللقب؟ أعتقد أن البرازيل تمتلك مستوى كبير وقدمت مستوى كبير في التصفيات. الأرجنتين فازت بلقب كوبا أمريكا مؤخرا وستدخل البطولة بثقة كبيرة ولديها لاعبين كبار وعلى رأسهم بالطبع ليونيل ميسي، ولكني حسنا المونديال الماضي كان مفاجأة بفوز فرنسا باللقب، ولهذا أعتقد أن هذا المونديال أيضا قد يشهد مفاجأة.
النسخه دي من كاس العالم ممكن تكون الاخيره لعدد كبير من اهم الاسماء او النجوم الموجودين حاليا. ازاي ده ممكن يكون بيمثل دافع لنجم زي ليو ميسي، لنجم زي كريستيانو رونالدو، لنجم زي كريم بنزيما؟ ومين فيهم من وجهه نظرك القادر على انه يساعد منتخبه على الوصول للقب؟ أعتقد أنه بدون أدنى شك كل هؤلاء اللاعبين يعلمون أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم للفوز بالمونديال. ليس هذا فقط، ولكنهم أيضا يمتلكون بالفعل الفرص الكبيرة للفوز باللقب، سواء بنزيما أو رونالدو أو ميسي. أعتقد أن الأرجنتين كما قلت لك لقد تأهلت بالفعل في مونديال 2014 وفازت بلقب كوبا أمريكا. الجميع يرشح البرازيل، ولكني أعتقد أن الأرجنتين سيكون لها دور كبير، وبالنسبة لهؤلاء اللاعبين الثلاثة ستكون نسخة خاصة بالطبع. مفهوم طبعا، يعني قناعتك وقناعات العالم كله بقوة منتخب الأرجنتين والبرازيل، لكن خلينا متفقين وهم دايما الحقيقة في كل نسخ كأس العالم من الفرق المرشحة للتتويج، لكن في آخر يمكن نسخ البطولة كانت الهيمنة والسيطرة دايما للمنتخبات الأوروبية. هل تتوقع أن هم يقدروا يكسروا الهيمنة دي في النسخة اللي جاية؟ هل شايف أنه سكواد البرازيل سكواد الأرجنتين قادر كتيم أنه يكسر الهيمنة الأوروبية على بطولة كأس العالم؟ أعتقد نعم أنهم قادرين على ذلك. الأرجنتين لديها بطولتين في كأس العالم، والبرازيل لديها 5 ألقاب، وأوروغواي لقبين. حقيقة في السنوات الأخيرة لم تستطع هذه المنتخبات التتويج باللقب. الأرجنتين وصلت لنهائي 2014 وخسرت أمام ألمانيا، ولكنهم في الوقت الحالي أعتقد أنهم يقدمون مستويات كبيرة هذه المنتخبات، وأعتقد أنهم سيكون البرازيل أو الأرجنتين سيكون في النهائي وبفضل كرة القدم التي يقدمونها. ولكن بكل التأكيد المرشح للقب هو واضح بالنسبة لي. سيباستيان سوريا نجم المنتخب القطري والنادي العربي السابق، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا من قلوبنا لمنتخب قطر، وكل التوفيق أيضا طبعا المنتخب الأوروغوياني اللي بيضم عدد كبير جدا من الأسماء والنجوم. شكرا ليك على مشاركتك معنا في السادسة. طيب نسيب سيباستيان سوريا نجم المنتخب القطري السابق ونروح بقى لقصة كأس العالم. يمكن قصة أو معلومات كتير منكم ما عرفوهاش، وهي إيه قصة الكأس نفسه وإزاي بدأت الفكرة. الفكرة بدأت عن طريق رئيس الفيفا في التوقيت ده طبعا من حوالي قرن فات، من حوالي بالظبط 92 سنة، سنة 1930. فكرة أنه يكون في بطولة بتضم منتخبات تلعب على كأس يسمى كأس العالم. في التوقيت ده كان اسمه كأس النصر، فيكتوري كاب. صاحب الفكرة كان رئيس الفيفا في التوقيت ده الفرنسي جول غيمي. وجول غيمي الحقيقة يمكن لأول ما بدأ القصة تم تسمية الكاس بـ The Victory، Victory Cup، لكن بعد كده سنة 46 تحديدا وتكريما لأنه الفكرة بقت فكرة ناجحة جدا، تم تغيير اسم الكاس عشان يحمل اسمه هو شخصيا ويبقى اسمه كاس جول غيمي. الكاس ده استمر لغاية سنة 1970، وكان وزنه، خلينا نشوف كده ونستعرض معاكم شكل الكاس في التوقيت ده، وكان وزنه لما اتعمل حوالي 3 كيلو و 800 جرام. التمثال عبارة عن زي ملاك رفع ايده بيحمل كاس، شكل الكاس التقليدي جدا. او ممكن نلعب الفيديو عشان نشوف الصورة بتاعت اول نسخة من كاس العالم. طبعا اللي رفعتها في اول نسخة او في اول بطولة هي الأوروغواي. ممكن جاهزه معانا بالظبط كده. ده اول نسخه من كاس العالم واللي فازت بيها طبعا الاوروغواي سنه 1930، كانت في التوقيت ده بتسمى كاس النصر. وطبعا دي اشكال الميداليات، وطبعا الميداليه اللي اتحفر عليها اسم اوروغواي لانها اللي توجت من النسخ. استمر الكاس ده في كل النسخ اللي تلت البطوله دي، وكان اللي بيتغير فيه بس هي القاعده المثبت عليها الكاس نفسه. وظل برضو في نسخ اللي بعدها، طبعا دي نسخة البرازيل اللي فازت بيها سنة 1950. وخليني أقول لكم أنه البرازيل
هي الدولة الوحيدة اللي فازت بالنسخة دي أو بكأس العالم في التوقيت ده لغاية لما وصلت ل 1970 ثلاث مرات. وكان القاعدة اللي وضعها جيري مي لكأس العالم هي إنه المنتخب اللي يفوز بالبطولة دي ثلاث مرات يقدر إنه أو من حقه إنه يحتفظ بالكأس نفسه، الكأس الأصلية طول العمر. وقد كان وفعلتها البرازيل لغاية لما احتفظت بكأس جيري مي سنة 1970. لكن الكأس ده يمكن في 66 لما خدته أو فازت بيه إنجلترا المرة الوحيدة في حياتها أو في عمرها كله، تعرض لسرقة أولى. اتسرق لما كان بيتعرض في معرض عام كده للجمهور في قاعة ويستمنستر، وتم العثور عليه ملقى كده ملفوف ورق جرايد بعدها تقريبا بأسبوع في ضواحي لندن، مرمي تحت واحدة من الأشجار، ولقاه شخص اسمه كابلت وسلمه بالفعل وتم عرضه مرة تانية. والشخص ده الحقيقة يمكن خد تقدير كبير جدا وبقى واحد من أشهر الشخصيات الموجودة في إنجلترا في التوقيت ده. استمر الكاس لغاية 1970 واحتفظت بيه البرازيل، ومن هنا كانت النسخة اللي حضراتكم شايفينها واللي استمرت معانا لغاية 2018. بعد احتفاظ البرازيل بالكاس، بالمناسبة النسخة الأولى يمكن كان وزنها تقريبا نص النسخة دي، 3 كيلو و800 جرام، أما النسخة الحالية دي فوزنها 6 كيلو و200 جرام، أو تحديدا مش 200، 6 كيلو و175 جرام. وناس كتير بتظن إنها مصنوعة من الذهب الخالص، لا، هي طبعا لو كان وزنها من الذهب الخالص أو كامل وزنها من الذهب الخالص كان هيوصل وزنها لحوالي 80 كيلو، وبالتالي كان هيبقى من الصعوبة إنه أي حد يرفع الكاس بسهولة، وبالتالي هي نسخة مفرغة من الداخل لكن وزنها 6.2 أو 6.175 جرام، ومصنوعة من البرونز المطلي بالذهب. وما زالت النسخة دي لأنه اتلغت بعد احتفاظ البرازيل بكأس جيري مي، تم إلغاء قاعدة الاحتفاظ بالكأس الأصلي وبيتم منح نسخة منه لكل بلد بتفوز بالبطولة. لكن عشان الكأس ده يظهر للنور في سنة 1974 تم عمل مسابقة بين 53 نحات من 7 دول على مستوى العالم عشان يقدموا نموذج يصلح أن يكون كأس عالم جديد. وبالفعل من إيطاليا تحديدا سيلفيو جازينيا ده النحات اللي اختار شكل 2 يعني بني أدمين معمول لهم ستريتشنج كده ورافعين الكرة الأرضية عشان تكون دي هي الكاس الأشهر، هي أشهر كاس موجودة في كل البطولات الموجودة على سطح كوكب الأرض، هي النسخة اللي حضراتكم شايفينها من كاس العالم دي، واستمرت طبعا لمدة سنين طويلة لغاية لما وصلنا لعام 2018، وما زالت هي نفس النسخة اللي هنشوفها مع الفريق المتوج بالبطولة في 22. لكن الكاس جوري ميل الأولانية بعد ما اتسرقت من إنجلترا ورجعت مرة تانية، اتسرقت مرة تانية بس كان المرة دي من البرازيل. لكن المرة دي ويعني طبعا ما حدش عنده معلومة موثقة بما فيهم الفيفا نفسه، لكن أغلب الظن بيقولوا إنها اتسرقت وتسيحت واتباعت، وبالتالي رجعت البرازيل في سنة 1984 تطالب بإنها تعمل نسخة تانية من كاس جوري ميل اللي هي احتفظت بيه للأبد. وقد كان واستلمه طبعا في التوقيت ده رئيس البرازيل وأظهره للعالم كله، لكن النسخة دي طبعا هي المستمرة تاريخ طويل جدا من سنة 1930 إلى يومنا هذا، ما زال هو الكاس الأشهر. خلينا نشوف الدول المتوجة ببطولة كاس العالم من 1930 ل 2018. في أول نسخة فازت بيها الأوروجواي، والأوروجواي في التوقيت ده كانت قوة عظمى لأنها فازت بدورتين ألعاب أولمبية أعتقد 28 و24، وثم كان أول ظهور ليها في بطولة كأس العالم هي البطل المتوج بالبطولة. من بعدها نسختين 34-38 فازت بيهم إيطاليا، ورجعت أوروجواي مرة تانية في 1950 على حساب البرازيل في استاد الماركانا، ماركانا طبعا استاد الأشهر في البرازيل، فازت باللقب مرة تانية في مواجهة أقوى منتخبات العالم في التوقيت ده البرازيل، وحققت تاني ألقابها سنة 1950. 54 فازت بيها ألمانيا، وألمانيا في التوقيت ده كانت مقسمة لاثنين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، لكن ألمانيا الغربية قدرت تحرز لقب أو نسخة 54. ثم البرازيل أول مرة تفوز باللقب كانت 58، وفي النسخة اللي بعدها 62. النسخة الوحيدة اللي فازت بها إنجلترا كانت 66، ثم عادت البرازيل طبعا في قمة مجدها وبيليه طبعا في التوقيت ده.
قدرت انها تفوز بثالث لقب ليها 1970 وتحتفظ في التوقيت ده بكاس جيري مي للابد. 74 عادت المانيا الغربيه مره اخرى للتتويج باللقب عشان تفوز بتاني القابها، ثم 78 النهائي الاشهر طبعا او النهائي الشهير طبعا، واحد من اجمل النهائيات في بطوله كاس العالم، جمع بين هولندا والارجنتين في الارجنتين وحققت الارجنتين لقبها الاول. 82 في اسبانيا كانت بتستضيف البطوله جيل باولو روسي، قدرت ايطاليا انها تحسم ثالث القاب او ثاني القابها في التوقيت ده، ثم الارجنتين في 86 واحده، وبتوصف لقطه رفع مارادونا لكاس العالم في 86 في المكسيك انها اشهر لقطه رفع كابتن منتخب لكاس العالم في التاريخ، لقطه مارادونا في المكسيك 86 طبعا مع منتخب الارجنتين. ثم نهائي مكرر، لانه نهائي 86 كان الارجنتين المانيا، نهائي 90 كان برضو الارجنتين والمانيا، ولكن النهائي ده حسم لصالح المانيا طبعا بنتيجه 1-0، وكان مارادونا طبعا او خليني اقول شبح مارادونا موجود، لكنه نجح في انه يقود الارجنتين للوصول للمباراه النهائيه. 94 في الولايات المتحده الامريكيه البرازيل على حساب ايطاليا، ركله جزاء روبرتو باجيو الشهيره طبعا اللي عانى بسببها لسنين طويله جدا، حسمت البرازيل رابع القابها. ثم جيل زيدان، ايمانويل بيتي، جول كايف حقق اللقب الاول في تاريخ فرنسا سنه 98، ثم عادت البرازيل لمنصات التتويج مره ثانيه مع رونالدو 2002، ثم ايطاليا 2006 على حساب فرنسا، ثم اسبانيا 2010 في اول نسخه الجيل الذهبي طبعا لاسبانيا في الوقت ده بهدف انيستا الشهير في المباراه النهائيه، فازت وتوجت باللقب لاول مره في تاريخها 2010. ثم عادت المانيا في البرازيل حقيقه بواحده من اقوى النسخ الالمانيه، حققت اللقب في 2014 وكانت النسخه الاخيره تحمل لقبها، وما زالت هي حامل اللقب حتى النسخه الحاليه فرنسا 2018. البطوله طبعا اللي اقيمت في روسيا وشهدت مشاركه المنتخب الوطني المصري. دي القصة ودي الحكاية، لكن الكلام على البطولة اللي جاية ما انتهاش. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. ومنهم اثنين، الأول نوير هو الوحيد اللي ممكن يزود أرقامه طبعا بما أنه قدامه فرصة للمشاركة مع المنتخب الألماني، لكن الأول في القائمة هو بيتر شيلتون. ولو أنت من مواليد الألفية الجديدة خليني أقول لك، يبقى أكيد طبعا ما شفتش مصر في كأس العالم 90. خليني أقول لك أنه بيتر شيلتون ده هو اللي منع مصر في التوقيت ده من التأهل للأدوار اللي بعد دور المجموعات اللي هي النوك اوتس او الادوار الاقصائيه، لانه الماتش الاخير لنا في كاس العالم احنا تعادلنا مع هولندا 1-1، عداله السماء طبعا جول بتاع كابتن مجدي عبد الغني، وبعد كده تعادلنا 0-0 مع ايرلندا، وكان المباراه الثالثه لينا هي مباراه انجلترا، وكان التعادل في التوقيت ده يكفي انه الاربع فرق اللي في المجموعه هولندا وانجلترا وايرلندا ومصر يبقى كلهم عندهم ثلاث نقاط، وبالتالي كنا ممكن ندخل في حسبه انه في فرصه للتاهل، لكن بيتر شيلتون كان في التوقيت ده هو حارس مرمى انجلترا ومنع مصر من التسجيل، وكابتن جمال عبد الحميد اعتقد ضيع فرصه ما تضيعش في الماتش ده، المصريين مش قادرين ينسوها له لغايه دلوقتي، وحرمت مصر من فرصه التاهل، لكن كانت مشاركه جيده جدا للمنتخب الوطني مع الكبار. نروح الاول وهدخل في تفاصيل كاس العالم، بس قبل كاس العالم لازم اتكلم على مصر وبلجيكا، وانا شايف المباراه دي من واقع الامر الواقع احنا امام خيارين كلاهما مر، تلعب جيم كويس قدام منتخب عالمي في نجوم العيار التقيل زي بلجيكا وتخسر، ولا تبني حيطه وتلعب ماتش دفاعي عقيم وتطلع بنتيجه ايجابيه حتى ولو كانت مكسب. الاثنين دول يعني اعتقد هم السيناريوهين الوحيدين اللي ممكن يكونوا مطروحين قدام روي فيتوريا، الا لو كان كابتن احمد عادل عنده وجهه نظر ثالثه، واتمنى ان يكون عنده وجهه نظر ثالثه. خلينا نسمع رايه الاول في المباراه المنتظره طبعا مصر وبلجيكا يوم الجمعه، وبعد كده ندخل معاه في كاس العالم، بس قبل كل ده نقول له اهلا وسهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، منور الدنيا ومشرفنا في السادسه. ربنا يخليك، ودايما بسعد وانا موجود مع حضرتك. انت مستني ماتش مصر وبلجيكا ده زي ما الناس مستنياه، ولا بتقول تجربه وديه يعني ما الراجل يعمل اللي هو عايزه ويلعب يجرب لعيبه يجرب طريقه، مش مهم خالص يعني نحط في اعتباراتنا في اهداف ومكاسب من اللقاء ده؟ لا اكيد ما فيش شك ان مباراه كبيره للمنتخب، وانا بشوف انها مباراه اكبر للجهاز الفني، الجهاز الفني بقياده مستر فيتوريا، ودي انا بشوف انها تجربه حقيقيه، تجربه حقيقيه كبيره وما فيهاش ريسك، ما فيهاش ريسك، الراجل لازم يلعب بكل قوه، لان طبيعي لازم يبقى عنده علم برضه ان مصر كلها مستنيه مباراه شبه دي. أيوة. مع فريق كبير هيشارك في كاس العالم. اللي ما عملوهوش كل اللي سبقوه، يعني كل اللي سبقوه
اتفقوا على ان كره مصر او شكل منتخب مصر هو اكتر دفاعي، يعتمد على الهجمات المرتده او يعتمد على الوصول لضربات ترجيح، او يعني ما فيش فكره انه المنتخب يلعب كره هجوميه. كانوا وطنيين يعني، كانوا شوقي غريب، كانوا البدري، كانوا ايهاب جلال، او كانوا اجانب من مدارس مختلفه، هكتور كوبر، كيروش وغيرهم وغيرهم، كلهم تقريبا شافوا انه دي الطريقه الانسب اللي تنفع مع المنتخب. هل تتوقع ان فيتوريا يقدر يغير ده؟ يعني اللي اعرفه عن الراجل انه هو راجل كرته هجوميه، هل تنتظر منه ده في ماتش بلجيكا ولا لسه شويه او يحتاج وقت اطول عشان يعمل ده؟ لا انا زي ما بقول لك، ان زي ما بقول لحضرتك ان هي تجربه حقيقيه للمنتخب، وخصوصا ان انت عندك مقومات ان انت تلعب كره هجوميه، وخصوصا لما يكون عندك واحد لعيب زي محمد صلاح، عندك نني، عندك اكتر من محترف، ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك، ده مهم جدا على الراجل. وحته دفاعيه دي بتبقى انا بشوف ان هي في البطولات المجمعه يعني، حسب طريقه اللعب، لكن دي مباراه وديه، مباراه وديه مهمه جدا ان انت العب لعبك، يعني العب لعبك، العب اللي انت متعود عليه، عندك الامكانيات من القدرات اللعيبه الفنيه والبدنيه ان هي تقدر تفرض لك اسلوب اللعب اللي انت عايزه. بتواجه منتخب برضو منتخب كبير يعني، واحد من المنتخبات اللي مرشحه انها تروح لبعيد في كاس العالم. بلجيكا النهارده اعتقد تصنيفه النهارده الثالث على العالم. اكيد ما فيش شك هيبقى في مرحله جس نبض من الفريقين، اكيد فريق بلجيكا هينزل هيهاجم بشكل مكثف جدا عليك، مهم جدا ان انت تعدي اول 10 دقائق، تعدي اول 10 دقائق بدون اهداف. وانت في الملعب يعني، انت لو انت بتلعب الماتش ده يا احمد ونزلت الملعب وقدامك، وانت اوصف لي شعور اللعيبه برضه. انا عارف ان في فروق وفي الدنيا بتختلف من واحد، بس في النهايه انت هتنزل الملعب هتلاقي تيبو كورتوا في حراسه المرمى قدام مصطفى محمد. طبعا مصطفى بيلعب في فرنسا، الى حد ما برضو فكره الاحتراف دي بتكسر شويه حته الرهبه، لكن النهارده كورتوا يمكن يكون الافضل على مستوى العالم. تتكلم على مدافعين على اعلى مستوى، خط نص على اعلى مستوى، مهاجمين على اعلى، ما اعرفش طبعا التشكيله هيلعب معانا، هل الراجل حتى عندهم هيراهن على الاساسيين؟ يعني هنشوف دي بروينا، هنشوف ميرتنز، هنشوف لوكاكو، هنشوف هازارد الكبير او الصغير، يعني مش عارف الراجل هيفكر برضو في ماتش زي، واكيد خايف على لعيبته قبل البطوله. الرهبه بتاعت اول دقائق دي وانت رجلك في الملعب، ايه المطلوب؟ ودور الكباتن الكبار كمان، الناس اللي عندها خبره كبيره، دورها في البدايات دي ازاي؟ مهم الكلام، مهم الكلام بيننا وبين بعض كلعيبه، مهم الكلام، صوتنا يبقى قريب من بعض، حته الفوقان، حته عدم الكسل، لان انت مع فرقه زي دي او مع لعيبه محترفه بشكل كبير جدا، من ممكن من ربع فرصه ممكن يجيب جون، ممكن من ربع فرصه ان هو يضغط عليك يخليك تغلط، لكن مهم جدا هنا حته الترابط، حته الترابط، تقريب الخطوط من بعض ده مهم جدا، ما يبقاش فيه مساحات، لان فرق بلجيكا بتلعب على اطراف الملعب بشكل كبير جدا، عن طريق هازارد وعن طريق دي بروين من الاختراق من القلب زي ما نشوفه مع السيتي. دي بروين ده بتاع حمدي، يعني دي بروين انا شايف انه يعني حمدي فتحي مطالب انه يوقف خطوط، لانه دي بروين بيتهيألي هو اهم واخطر لاعب، لو دي بروين فاق في الملعب وبيتحرك هيتعب منتخبنا بشكل كبير جدا، وهيشغل المنتخب البلجيكي بشكل كويس. لو اتعطل او وقف جزء كبير من قوه المنتخب البلجيكي تقف. هو طريقة لعبه متنوعة، طريقة لعب دي بروين ما تقدرش تقول هو بيلعب 8 صريح او بيلعب 6 صريح، لا هو على طول ممكن تلاقيه فرود داخل ال 18. كان عليه في السيتي. هتلاقي طريقه لعبه مع المنتخب كده برضه، واخد تحرر بشكل كبير جدا. وهنا اكيد المدير الفني لما بيكون معاه لعيب زي هازارد، زي لعيب زي دي بروين، بيدي له حريه الحركه، زي ما احنا مع منتخب مصر بندي حريه حركه محمد صلاح، مع زي ما بتكلم دايما على منتخب مصر مهم جدا، اكيد فريق بلجيكا هيبقى مركز مع محمد صلاح بشكل كبير جدا، لكن مهم استغلال الحته الثانيه، ممكن محمد صلاح ياخد الانتباه او ياخد اثنين لعيبه معاه، نستغل هنا مصطفى محمد، نستغل الجبهه اليسرى وهي شغاله، دي مهم جدا، مهم جدا ان احنا نشتغل على كده، نشتغل طبعا على كده، خصوصا محمد صلاح، محمد صلاح لازم نستغله بشكل امثل بشكل كبير جدا، ان انت على طول ما تطالبش محمد صلاح ان هو بينزل يدافع، لا هو قاطع شوط كبير جدا لو طلبت منه ان هو ينزل يدافع، لكن ممكن يلعب طريقه زي فرويد وهمي مع ليفربول. صلاح بينزل يعني مش عارف برضو الناس ليه يعني في حته صلاح بينزل يدافع مع ليفربول، يعني ما هنا انت هنخش في مين بيلعب تحت منه في ليفربول، مين بيلعب في نص الملعب، بيلعب تحت منه احسن لعيبه، وفي طبعا النهايه برضو بيرجع يدافع، يعني ما انا ممكن اقول لك ما هو وراه، خلينا نتفق انه ارنولد مثلا لو فايق
انت بتتكلم على واحد من افضل يعني ظهير ايمن على مستوى العالم، صح ولا لا؟ طبعا. ورا في خط الدفاع كوناتي او فيرجيل فان دايك او حتى ماتيب، حتى لو اتفقت او اختلفت على مستواهم برضه مدافعين معيار تقيل، وراهم اليسون بيكر واحد من افضل حراس المرمى. فكر زي كده ممكن اقول لك لا مش محتاج صلاح يدافع، ما انا عندي ورا كتيبه. لا لكن رغم كده بيرجع يعمل انا اقول لحضرتك على حاجه، ليفربول بيعرف يطلع بالكره من تحت، دي 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 اللي بتفرق بين منتخب مصر وبين فريق ليفربول، ان هو بيطلع بيعرف يطلع، بيعرف يبني الهجمه ازاي، بيعرف يلعب الكونتر اتاك ازاي. واحنا ما بنعرفش لا. يعني لا لا ممكن صلاح اخر سنتين مع المنتخب او اخر ثلاث سنين اتظلم في الموضوع ده جدا، اتظلم. وخصوصا ان انت على طول بتلعب عايز تلعب كونتر اتاك، وصلاح اساسا ان هو عند ال 18، فده صعب جدا، صعب ان انت ما بتبنيش، وده يمكن اتكلمنا عليه مع منتخب مصر الفتره الاخيره، ان انت ما بتبنيش اللعب من تحت بشكل كويس، ان انت تقدر تستغل صلاح، تستغل مرموش، تستغل مصطفى محمد. وخصوصا كنا بنعلق بشكل كبير جدا على منتخب مصر ان مصطفى على طول بينزل على نص الملعب، فهنا الفرود الصريح اللي انت المفروض بتطلع عليه. اتمنى ان كل الحاجات السلبيه دي تتعالج، ونتمنى ان انا مستني اشوف طريق فيتوري، يعني مستني اشوف، مش مستني منه مكسب يعني، خلينا منطقيين وموضوعيين في نفس الوقت. محدش منتظر منك تروح تلعب جيم كبير وتكسب منتخب زي بلجيكا، لكن منتظر اشوف شكل وبصمه لخطوه اولى في بناء شخصيه منتخب مع روي فيتوري. هتلعب ازاي؟ هتلعب انت بتقول رايح العب كوره، فبالتاكيد مش هتلعب جيم دفاعي، وبالتاكيد هتبني خطتك وتبني تشكيلك واختيارك للعناصر اللي هتبدا بيها على انها تكون عناصر تقدر تعمل ده قدام منتخب كبير زي بلجيكا. هتلعب ازاي؟ وتختار مين عشان ينفذ من وجهه نظرك؟ وهل في اماكن او مراكز في الملعب فيها مشاكل بالنسبه لوي فيتوريا؟ اكيد في الجبهه اليسرى، في الجبهه اليسرى، وخصوصا غياب احمد فتوح. ده هياثر على في القلب برضو بالتالي ممكن عندك الونش وعبد المنعم ومتولي الثلاثه، ما دي مشكله. المشكله برضو ان انت عندك فعلا حته القلب دي مش موجود فيها حد. طبعا عوده اكرم توفيق دي حاجه جيده، لكن في بعض الاماكن لا، اللعيبه جاهزه، اللعيبه اتمنى ان يلعب بطريقه مش هنقول دفاعيه لكن فيها حرص بشكل كبير جدا، وهي 4-3-3. ممكن يبدا 4-3-3، ودي انا بشوف ان هي الطريقه المناسبه امام منتخب كبير زي. انا يفرق معايا في الثلاثه، يعني ال 4-3-3، الثلاثه في النص، الثلاثه اللي في النص. مين الثلاثه اللي في النص؟ يعني الثلاثه دول هم اللي هيحددوا شكل وطريقه اللعب بتاعت فيتوري. هتختارهم مين؟ هتختارهم كواليتي مثلا طارق حامد وحمدي فتحي ومعاهم السوليه، ولا هتختارهم مثلا يعني حمدي فتحي ومعاه قفشه ومعاه زيزو، ولا هتختار النني ومعاه قفشه ومعاه يعني لا انا بنشوف انسب ثلاثه. السوليه طبعا مش مع المنتخب، بس انا بتكلم على الشكل والاداء وطريقه الاسلوب. بشوف انسب ثلاثه ممكن، انا بشوف ان حمدي وطارق حامد نفس طريقه اللعب. نفس طريقه اللعب اللي هو ممكن يلعب قدام السرد باكين، هو اللي بيعمل الستاره في نص الملعب، بيعمل الكفر على اي حد بيهاجم، على اي مركز بيهاجم. لكن لو هنبدا ممكن نبدا بحمدي، وعلى يمينه النني بحكم الخبرات الدوليه اللي عنده. بقى له كتير قوي بعيد برضه، يعني هو ارسنال وكل حاجه، بس اصابه بعدته وقت طويل جدا، مفيش مشاركه. لعب اخر ماتش بس ايه، خد اعتقد 7-8 دقائق. فهل تعتقد انه ممكن يبدا المباراه؟ ان هو منني انا بشوف ان هو بيلم كويس في نص الملعب، يعني بيلم كويس في نص الملعب. التالت ممكن تلعب بزيزو، ان انت بتدي له حريه هجوميه في الحته دي، فممكن بتقلب الطريقه. ممكن زيزو لما بياخد حريه ممكن تلعب ينزل حمدي والنني يبقى بيدافعوا في نص الملعب، وبتدي حريه للاطراف، اطراف الملعب. مرموش غيابه مؤثر؟ اكيد مفتاح لعبه مهم للمنتخب، بس اكيد في لعيبه تعوضه. في لعيبه تعوض يعني. الافضل مكان مرموش بما انه اللي كان اساسي في الفتره الاخيره، تريزيجيه. تريزيجيه طبعا، تريزيجيه هو الانسب، واللي انا كنت يعني بقول ان ده لو مش هتلعب مرموش تريزيجيه هو الانسب، ورجع فورمته تاني وبيأدي بشكل جيد مع فريقه اكيد. مين جنب حجازي؟ لو حجازي بدا اساسي يعني، ما اعرفش طبعا في المعسكر يعني الحاله الفنيه بتحكم في النهايه، بس يعني اعتقد انه حجازي قريب جدا من المشاركه. حجازي ولا؟ لا اتمنى حجازي. حجازي حتى لو 50 60% من المستوى. مش متذكر مين علاء موجود. علي جبر، اسامه جلال، دي الاسماء الاوراق اللي موجوده يعني في تشكيله. لا انا بفضل اللي يلعب جنب حجازي يكون حد بكورته كويسه، يعني حد بيطلع بكوره كويس، حد بيباصي كويس، حد الكوره ممكن يكمل شويه.
لكن حجازي في العالي. انا ما بفضلش ان يكون الاثنين مثلا علي جبر وحجازي، الاثنين بيخبطوا الاثنين في الكور العاليه كويسين، لكن حته ان حد يبدا بالكره من ورا اتمنى ان حد يكون كورته عاليه، كورته عاليه. ف يعني ممكن علي جبر، ممكن علي جبر، ممكن علي جبر، ممكن علي جبر. اسامه جلال سن اصغر الى حد ما، خبرات علي، خبرات علي تديله تديله في مباراه كبيره. لا 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 يعني لما تخلص المباراه بصرف النظر عن النتيجه برضه، ثانيه النتيجه مش في اعتباري خالص، يعني كانت مكسب لينا هنفرح جدا، كانت خساره شيء طبيعي ومنطقي يعني يستقبلها، لكن تحكم ازاي انها تجربه ناجحه، او ايه الاهداف اللي انت لما تشوفها في ال 90 دقيقه تقول والله المنتخب استفاد جدا من المواجهه مع بلجيكا؟ تقارب الخطوط، التنظيم، العمليه التنظيميه، ان احنا بنطلع بالكوره ازاي، يبقى في شكل هجومي للفريق، يبقى في شكل دفاعي حتى لو انت بتدافع مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، يبقى في تقارب الخطوط، ده بيديك شكل دفاعي منظم، ازاي بتطلع بالكره من تحت سواء على اطراف الملعب او من نص الملعب، ده مهم جدا بغض النظر عن النتيجه، مهم جدا المنتخب يبقى ليه شكل هجومي او ليه شخصيه دفاعيه او ليه شخصيه هجوميه حسب طريقه لعب الراجل، زي ما كنا بنقول مع مستر هيكتور كوبر ان المنتخب بيدافع لكن دي شخصيه دفاعيه بيلعب بيها كويس، بيقدر يطلع على محمد صلاح، بيقدر يطلع على مصطفى محمد، فهنا ده اللي هيطمن كل الجماهير المصريه في كل المراحل اللي حتى لما وصلنا كاس عالم، مش احنا مع هيكتور كوبر كانت افضل فتره يعني طبعا. من في ال 12 سنه الاخرانيه الراجل وصل بينا كاس عالم ووصل بينا نهائي افريقيا بعد سبع سنين وانت مش بتوصل معاك جدا طبعا. يعني حتى بما فيهم الفتره دي ومع كيروش ومع كل الاسماء اللي كان واضح بشكل كبير جدا انه فكره مع اي منتخب، على فكره يعني احنا قابلنا منتخبات كتير حتى في بطوله افريقيا الاخرانيه دي مع كارلوس كيروش، قابلت منتخبات كتير في تفاوت او تباين في مستوياتها، لكن كان واضح جدا انه عندنا مشكله في فكره بناء الهجمه، عندنا مشكله في عدم قدره على الاستحواذ، بنفقد الكره بمنتهى السهوله، واي منتخب علينا يقدر يستحوذ ويحطنا او يضغطنا في نص ملعبنا بمنتهى السهوله. المشكله دي سببها ايه؟ ومين اللي مسؤول عنها في الـ في الـ في, الـ في الثلاث خطوط بشكل كبير؟ خط النص ولا خط الدفاع مسؤول عن بدايه بناء الهجمه، ولا خط النص اللي مسؤول عن الاستحواذ والتوزيع؟ يعني بتشوف الدايلاما دي موجوده فين في منتخب مصر يا احمد؟ بتبقى في اللعيبه، نوعيه اللعيب، نوعيه اللعيب اللي انا بحطه في نص الملعب. في فترات كبيره جدا كان المستر كيرش ما بيعتمدش على قفشه لطريقه اللعب، لطريقه اللعب 4 اللي هي 4 3 3، فانت لغي خالص رقم 10، ودي طريقه اللعب اللي احنا هنا في مصر بنلعب بيها دايما. عشان كده انت بتلعب ده اللي كان الفرق الجابي الكبير جدا، ان انت في الدوري المصري بتلعب بطرق لعب مش هي اللي بيلعب بيها المنتخب، ودي حته تخطيط وتنظيم، ان انت الطريقه المناسبه لنوعيه اللعيبه اللي معاك، عشان كده بيحصل معاناه مع المنتخب، ان انت دلوقتي انا متعود في النادي ان انا بلعب طريقه 4 2 3 1 3 4 3، فبروح المنتخب بيبقى عندي صلاحيات تانية، بيبقى عندي مهام تانية، ان انا بلعب بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه اللي بيلعب بيها الراجل المدير الفني، ودي بتبقى محتاجه حتى لو انا لعيب بلعب طول الفترات في النادي بتاعي ان انا بلعب بطريقه مختلفه، مهم جدا حته التدريب، تدريب وان المدير الفني ياخد فتره كافيه حته ان يعود اللعيب في كل حته في العالم، يعني عشان برضو احنا مش هنخترع العجل، يعني خليني اقول لك انه مش بس كواليتي اللعيبه بيبقى مختلف، كواليتي اللعيبه مختلف، استيعابك حتى للتمرين. عشان كده ممكن بعض اللعيبه المصريه بتعاني مع المدربين الاجانب حتى في المنتخب، ان درجه استيعاب اللعيب المصري مش زي الاوروبي اللي هو المحترف اللي ممكن يغير في نفس الوقت طريقه اللعب، يعني عندك زي ما كان مع دي بروين ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 6 لما كنت وساعات بيلعب جناح بيكمل جوه البوكس، هو ده نوعيه اللعيب او كواليتي اللعيب اللي انا كمدير فني بقدر استغله في اي طريقه لعب يقدر يأديها، دي ممكن مع اللعيبه المصريه فيها معاناه مع مدير فني اجنبي شويه. معانا وقت نقول التشكيل من وجهه نظر احمد عادل سريعا سريعا جدا، يلا تمام حط لي 11. الشناوي يبدا، الشناوي، حجازي او علي جبر ممكن يعني واحد منهم يلعب، ممكن اسامه جلال تمام، ناحيه اليمين اكرم تمام، ناحيه الشمال عندك حمدي وحسين السعيد، محمد حمدي يلعب محمد حمدي، محمد حمدي يبدا وخصوصا قوي سريع افضل، يعني يلعب في نص الملعب حمدي فتحي، ويلعب نني وزيزو،
وثلاثة قدام تريزيجيه ومصطفى محمد وصلاح. ده التشكيل الأمثل. نتمنى كل التوفيق النهارده التمرين الأساسية إن شاء الله أو التمرين الرئيسي للمنتخب قبل ما نتابع كلنا. احنا بالنسبة لنا ده ميني كأس عالم، يعني الماتش اللي هيهون علينا شوية، هو مش هيهون ولا حاجة حتى والله، بس يلا أدينا بنشوف لقاء كبير مع منتخب كبير أمام بلجيكا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله يقدم عرض قوي، يقدم يقول إن شخصية منتخب مصر راجعة. ده المكسب الحقيقي اللي هيوصل للجمهور إن شاء الله بإذن الله، وتبقى بداية مشوار ناجح ل روي فيتوريا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم اكتر بقى عن تفاصيل بطوله كاس العالم اللي جايه واللي العالم كله منتظرها مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل بعد الفاصل. انا حكيت لكم قصه كاس العالم، يعني الكاس نفسه بدايه من كاس فيكتوري اللي اتسمى بعد كده او اعيدت تسميته لكاس جوريمي، هو اتوفى سنه 56. الكاس اتسمى باسمه سنه 46 تخليدا طبعا لفكره انه الراجل ده كان صاحب فكره البطوله اساسا، فاتحول الاسم من كاس النصر فيكتوري كاب لغايه لاسم جوريمي كاب سنه 46، والراجل ده توفى في 56. والكاس ده النسخه دي انتهت مع احتفاظ البرازيل بيها للابد سنه 70، واتسرق من البرازيل وما رجعش تاني بقى، هو اتسرق من انجلترا سنه 66 ورجع، او لقوه مرمي في تحت شجره كده ملفوف في ورقه جنون وهو رجع لانجلترا مره ثانيه. لكن لما اتسرق مع برازيل ما رجعش، لكن البرازيل طلبت انها تعمل نسخه عشان تعوض النسخه اللي اتسرقت يعني، وعملت نسخه في سنه 84 واحتفظت بيها للابد. لكن الظريف برده مع كاس جوريمي ده برده عدى بمواقف غريبه جدا، انه نسيت احكي لكم القصه دي، انه اثناء الحرب العالميه الثانيه كان الكاس فازت بيه ايطاليا وكان موجود في مقر الاتحاد الايطالي. فاللي حصل لما حصل الحرب العالميه والدنيا يعني بقت يعني هاجت وماجت وكده، نائب رئيس الاتحاد الايطالي خد الكاس من مقر الاتحاد وراح خباه في بيته، خباه في علبه زي ما يعني العهده على الفيفا، راح خباه في بيته، خباه في علبه جزم تحت السرير، وفضل الكاس يعني مفقود لغايه لما عثروا عليه بعد كده بالصدفه ورجع مره تانية لايطاليا. يعني هي المره دي ما كانتش سرقه، لكنه واحده من المرات اللي فقد فيها اساسا كاس العالم، الكاس الاشهر طبعا والبطوله الاشهر والمنتظره. خلاص ايام بتفصلنا عنها. تعالوا نتكلم مع كابتن احمد عادل ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه بقى عن رؤيته للبطوله والمنتخبات المرشحه واللقاءات القويه اللي بيتوقع انه يشوفها ويتابعها في البطوله. انت بتقول لي البطوله مش حاسسها كده، مش حاسسها ليه؟ عشان شايف انه توقيتها غريب، ممكن ناس كتيره جدا شايفه انه كاس العالم في الشتاء وكمان في نص السيزون، وشايفين اصابات ورا اصابات ورا اصابات. النهارده نكونكو اعلنوا ان هو كمان مش هيشارك بعد بقى ماني وبعد بوجبا وبعد كانتي وبعد فيرن، يعني قائمه كبيره جدا من نجوم المصابين اللي مش هيشاركوا في البطوله. مش حاسسها ليه؟ لا اتمنى ان هي تبقى يبقى كاس عالم ده اللي هيديله. شايف انه المنتخبات القويه معظمها مش في حالتها او المنافسه فيها مش هتبقى يعني لا اعلى مستوياتها. اتوقع ان هيبقى في ثلاث او اربع فرق هم احسن فرق في البطوله. ودول اللي ممكن تقدر تقول تتوقع انهم ممكن يوصلوا فاينل، لكن ما انا بتكلم على بقيه الفرق، باقي الفرق مش هم كاس العالم زي من 8 سنين او حاجه، ان انت بتلاقي حوالي 7 او 8 فرق او 10 فرق في كاس العالم ما تقدرش تتوقع. لكن انت على الورق او بتشكيل اللعيبه او بعدد المحترفين اللي في كل منتخب بتقدر تقول ان ممكن مثلا فريق زي السنغال ممكن يعدي الدور دوت لان عنده اكبر نسبه المحترفين. انجلترا بتتكلم انجلترا ما عندهاش ولا محترف، ما عندهاش ولا محترف وحيد، محترف وحيد. جود بيلينغهام بيلعب في بروسيا دورتموند والباقيين كلهم محليين. ما هو هنا محليين في الدوري محليين في الدوري الانجليزي. لسه كنا بنتكلم في الفاصل على الموضوع ده، ان انت مفيش محترفين في انجلترا، بس انت بتتكلم في اقوى دوري في العالم طبعا، فطبيعي ان كل لعيب بيبقى موجود ليه تقل وليه وزنه في المنتخب، وده اللي مديله افضليه بشكل كبير جدا كانجلترا بعكس السنين اللي سابقه. المنتخبين العربيين اللي ما فيهمش محترفين خالص هم منتخب قطر ومنتخب السعوديه، بس السعوديه برضو عندها دوري قوي، يعني السعوديه عندها دوري الحقيقه تقدر تقول عليه دوري محترفين برضو. الدوري محترفين لان في اكبر نسبه من المحترفين بيلعبوا في الدوري السعودي، وده اللي معلي قيمه التسويقيه. لكن على المستوى المحلي انت بتتكلم على مستوى اللعيب الدولي اللي بيلعب في الدوري السعودي،
بيبقى في صعوبه جدا في حته الاحتكاك الدولي مع منتخبات اوروبا. بس عندهم برضو اسماء كبيره يعني هم بيجيبوا محترفين اجانب في الدوري السعودي مستويات مش قليله. احنا النهارده نسمع انه الهلال بيفاوض كريستيانو رونالدو، والنصر بيفاوض سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونه. فانت برضو بتتكلم على يعني على سكيل تاني من اللعيبه المحترفين، وعندهم محترفين افارقه ومحترفين اوروبيين برضو على مستويات عاليه جدا، وبرازيليين على مستويات عاليه جدا. هنا ما يميز الفرق دي ان انت بيبقى عندك ميزانيات مفتوحه. بيبقى عندك ميزانيات مفتوحه. ما هو برضو انت لما تلعب في الدوري مع عناصر قويه من البرازيل ومن اوروبا ومن افريقيا، برضو ده بيرفع مستوى اللاعب المحلي. بيبقى الدوري افضل، بيبقى الدوري بشكل افضل. لكن مع زي ما بقول لحضرتك مع المنتخبات اللي هي القويه، مع عدد محترفين مثلا في انجلترا، في اسبانيا، في فرنسا، ويمكن هنا لما هتلاقي من اقوى الدوريات في عدد المحترفين، او دوريات اكبر نسب عدد محترفين في المشاركه في كاس العالم هتلاقيها في انجلترا، بالتاني في المرتبه الثانيه اسبانيا، في المرتبه الثالثه فرنسا، في ايطاليا. فدي دي من ضمن الفرق اللي هتلاقي فيها منتخبات قويه. هو من المدربين، يعني من اكثر المدربين سعداء الحظ بتهيألي ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، لانك لما بتيجي تتكلم على اختيار قائمه ده شيء من يعني من اسهل جدا. وامتع ما يكون. اختار بقى ونقي زي ما انت عايز. ونفس الحكايه اعتقد كمان ممكن في البرازيل، يعني يمكن دول المنتخبين الوحيدين اللي هتلاقي القائمه بتاعتهم قاعده كبيره جدا بتطلع اسماء تستغرب انه ازاي الاسماء دي بره يا جماعه. يعني بس هم الحقيقه عندهم وفره غير هنا طبيعيه. هنا حته الاحتراف في اي دوله، وخصوصا لما تلاقي وصل لفتره من فترات ان البرازيل بقى عندها 1000 محترف. فلما بيجي حد بيمسك المنتخب يبقى عنده قاعده من 1000 لعيب غير اللي في الدوري البرازيلي. في فتره رونالدو، هو ساعتها مش هيبص يعني لو في حاجه فلته في الدوري البرازيلي ممكن نتكلم فيها. لكن طبعا هتلاقي عنده بره لعيبه على اعلى مستوى في احسن دوريات في العالم. فيرمينيو مش هيلعب كاس العالم مع انه متالق الحقيقه السنه دي جدا مع بس في اخر شهر شهرين، لكن قبل كده كان قاعد احتياطي. يعني فيرمينيو ده ما يلعبش كاس عالم ليه؟ ما هي دي مشكله. تياجو الكانتارا ما يلعبش كاس عالم ليه؟ لا في لعبه ما يلعبش كاس، صلاح ما يلعبش كاس عالم. يعني في اسماء كتير جدا أسماء هتتفرج زينا زيها على البطوله. فلا هنا انا اتوقع ان لا كاس العالم هيبقى مختلف مع فرق كبيره. هنا ممكن نقدر نقول ان في فرق. خلينا نقرا معاك الخريطه نشوف كده مجموعه مجموعه. نمره واحد تقول لنا اللقاءات المنتظره اللي هيكون فيها، او اللي انت تكون شايف فيها انه فيها كلاش، بصرف النظر عن اسم المنتخب وفرصته من ان هو يروح لبعيد، بس اللقاء ده هيكون فيه صدام كروي عنيف. وتقول لنا من كل مجموعه مين المنتخبين اللي انت شايف ان حظوظهم افضل او فرصهم احسن في التاهل عن المجموعه. نبدا بالمجموعه الاولى، قطر والاكوادور والسنغال. طيب خليني قبل لغايه لما يجهزوا ده اسالك شويه اسئله على البطوله. مين الفرق المرشحه لتحقيق اللقب من وجهه نظرك؟ اقرب فرق شايف انها ممكن تكون قريبه من اللقب. اختار لي ثلاث فرق او اربع فرق ممكن نقول مربع ذهبي. ممكن نقول انجلترا، فرنسا، الارجنتين، المانيا. طلعت البرازيل؟ ما اعتقدش انها تكمل بجد. ده انا شايف ان نسخه البرازيل السنه دي اكتساح. ما اعتقدش انها تكمل، لان انا بتكلم على الفرق دي ان هي نفسها طويل. يعني فرق ارجنتين، انجلترا، فرنسا، المانيا. اسبانيا، هولندا، مش هيكمل. بلجيكا ما اعتقدش ان هم هيكملوا. طيب وجهه نظر كابتن احمد ده سجل قال انجلترا، الارجنتين، فرنسا، المانيا. تتمنى مين منهم؟ في فريق منه بتشجعه وبتحب كورته يعني، ولا شايف ان هم الاقوى على الساحه بصرف النظر عن كورتهم؟ لا انا احب منتخب المانيا. تحب منتخب المانيا؟ منتخب المانيا لان هو مجمع تكتيك ومجمع قوه ومجمع باور في وان كان بعيد عن المانيا اللي احنا عارفينها بقاله شويه. يعني المنتخب الالماني مع هانس فليك في حاله معاناه برضه. لا بحب مثلا الدوري بتاعهم، بحب الكوره بتاعتهم كده. يعني الماكينات الالمانيه، الماكينات الالمانيه، مدرسه الماكينات الالمانيه. مدرسه السامبا. لا انا مدرسه السامبا. لا هي ممكن مدرسه السامبا عشان فيها متعه بشكل كبير جدا ومهارات وكده. هي الكوره اصلها متعه يا ابو حميد. تمام، بس انا بروح للنتائج. ماشي، مهم جدا تعالى نتيجه. اوكي. اللقاء المنتظر يعني مين ايه اللقاء اللي تقول بصرف النظر عن جه فين؟ جه في ال 16، جه في ال 8. تمام هنستعرض دلوقتي. طب خلينا نكمل اسئلتنا بعد ما نشوف المجموعات. جروب ايه عندنا
هولندا، عندنا قطر، عندنا السنغال، إكوادور. لا أنا بشوف مستني مثلا السنغال وهولندا. السنغال وهولندا. السنغال وهولندا. أوكي. أقوى لقاء في المجموعة دي؟ هو أكيد السنغال وهولندا. السنغال وهولندا. طيب جروب بي عندنا إنجلترا وأمريكا، ويلز وإيران. إنجلترا وويلز. ويلز. ويلز. مش أمريكا. الولايات المتحدة. منتخب قوي جدا ويلز. ويلز. أفضل أفضل من إيران وأمريكا. أنا ما شفتوش بصراحة. لا لا يعني منتخب منتخب قوي جدا. هم أغلب السكواد يعني من بتلعب في إنجلترا. ويعني يمكن اعتقد جارث بيل هيلعب معاهم كاس العالم. هيلعب كاس العالم. هيلعب معاهم. بس طبعا جارث بيل هتشوفه في كاس العالم غير جارث بيل اللي احنا كنا بنشوفه في ريال مدريد وتوتنهام. طيب يعني شايف انه انجلترا وويلز اقوى لقاء في البطوله في المجموعه دي؟ انجلترا وويلز مش امريكا وايران. لا 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 انا هتفرج على امريكا وايران. دي حرب مش ماتش. طيب نروح لجروب سي، عندنا الارجنتين والمكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية. أنا بشوف ممكن الأرجنتين يا مكسيك يا بولندا. لا يا راجل. طب إيه رأيك بقى إن أنا شايف السعودية ممكن تعملها جدا مع المكسيك وبولندا؟ إن هي تتأهل؟ أنا أتمنى كعرب. يعني أنا بقول لك أهو النهاردة لو السعودية كسبت المكسيك السعودية بنسبة 80% هتتأهل مع الأرجنتين. أنا أتمنى 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 بس أنت قلت الأرجنتين وبولندا. وبولندا. بولندا فاضية ما فيهاش غير ليفاندوفسكي. مفيش. بس مجموعة لعيبة كويسة. مجموعة لعيبة كويسة. كويسة جدا. ماشي. نروح لجروب دي، جروب دي عندنا فرنسا حامل اللقب مع الدنمارك مع تونس مع أستراليا. أعتقد فرنسا وتونس. بجد؟ المرة دي راهنت على تونس. فرنسا وتونس. مش الدنمارك. لا فرنسا وتونس. انا اتمنى تونس عشان علولو بس عشان التوانسه طبعا حبايبي. انا يعني من الشعوب يعني من الشعوب العربيه اللي ليها كده حته زياده طبعا. تونس اشقاء التوانسه. أتمنى طبعا تونس. اتمنى فرنسا. وبرده اللقاء الاقوى في البطوله في المجموعه دي فرنسا وتونس. فرنسا ولا كمباراه الدنمارك؟ لا فرنسا والدنمارك. فرنسا والدنمارك يبقى مباراه قويه. هتبقى مباراه قويه. بس انا شايف برده مفتاح التاهل لتونس اذا ارادت التاهل ماتش الدنمارك. لو قدروا يعملوا نتيجه ايجابيه. لا ما هي ده اللي انا بتكلم فيه ان انت لو ايه ممكن العقبه اللي تواجه تونس شويه الدنمارك. 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 لو قدرت تعدي الدنمارك ممكن تعدي الدنمارك ممكن تتاهل مع فرنسا. حبايبك في المجموعه اي او المجموعه الخامسه الالمان ألمانيا. في مواجهه الاسبان، في مواجهه اليابان، في مواجهه كوستاريكا. ما بشوف اسبانيا والمانيا وممكن كوستاريكا تحقق المفاجاه. ممكن خلي مفاجأة. انا جاي لك في المفاجأة والحصان الاسود والحاجات دي كلها. اسبانيا والمانيا. اسبانيا والمانيا. اسبانيا والمانيا. نروح لكرواتيا، دي مجموعة السادسة. كرواتيا، كندا، بلجيكا، المغرب. انا بشوف اللي يتأهل بلجيكا وكرواتيا. بلجيكا وكرواتيا. مع ان الاهتمام في كندا بالكرة بس مؤخرا بقى ما عندهمش غير ديفيز. الفونسو ديفيز. ما اعرفش حد تاني عندهم بصراحه. ككره كنديه بقوا الفتره الاخيره مهتمين لكن ما اتوقعش ان هم يحققوا نتيجه دلوقتي. ايوه. ممكن فيما بعد هتلاقي الموضوع كندا جايه يعني. جايه في الكوره. كندا جايه واحنا لسه ما جيناش. كندا تيجي واحنا لسه ما جيناش ينفع كده؟ دي ليها عوامل كبيره جدا. بلجيكا جت والسنغال جت وكله بيجي يا كابتن احمد واحنا محلك. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كله بامره باذن الله. نروح لجروب جي، عندنا طبعا في المجموعه السابعه البرازيل وسويسرا ودي ايه صربيا. صربيا. صربيا صح. ومعاها الكاميرون. انا بشوف البرازيل وسويسرا. كنت اتمنى الكاميرون بس تصريحات الاخيره اللي اتو اتو بيهزر طبعا. طبعا ده هياخد على فكره في ناس كتير جدا يعني خدتها من واقع السخريه وكده والهزار والتفاؤل وكده بياخد من لكن المنتخل. لكن في ناس كتير جدا لامت على ايه لانه مسؤول عن الاتحاد طبعا. فشافوا انه ده نوع من انواع الاستخفاف بقوه المنتخب الكاميروني وممكن التصريحات دي تبقى محبطه للعيبه قبل بطوله كاس العالم. نفس اللي حصل في كاس افريقيا. تصريحاته اثرت على المنتخب الكاميروني بشكل كبير جدا. زي انا بتوقع ان لا منتخب كاميرون افضل من كده لما بيبقى قافل على نفسه بدون تصريحات بدون اي تعامل حتى مع الاعلام. لكن بشوف ان ايتو تصريحاته اكيد هتاثر على اجواء المنتخب الكاميروني في كاس العالم.
لكن هو كفريق كاميرون افضل من كده بشكل كبير جدا، بس هو المستوى الفني هو مش كل حاجه. صحيح جدا، يبقى منتخب اوضه لبس قويه قافل على نفسه. انا هاجي لك في المنتخبات الافريقيه الثلاثه اللي هم يعني غرب افريقيا وجنوبها والمنتخبات الافريقيه بتاعت شمال افريقيا برضو ومعاهم طبعا قطر والسعوديه، بس نروح لاخر مجموعه. عندنا البرتغال اخر بطولات سي ار 7 كريستيانو رونالدو، معاهم الدي اي غانا واوروجواي وكوريا الجنوبيه اوروجواي وكوريا كوريا الجنوبيه. منتخب مجموعه يعني ممكن تبقى البرتغال واوروجواي فوق سنه، لكن غانا وكوريا برضو منتخبات مش سهله. غانا مش هو غانا اللي احنا بنتكلم عليه، ممكن انا بشوف هنا اللي ممكن يبقى غريب شويه. أيوة. بس انا بتوقع يعني ان اوروجواي هي اللي هتبقى الافضل في المجموعه في الاربع اوروجواي والبرتغال. بس البرتغال هيتاخد منها بشكل كبير جدا من ادائها باوضه اللبس. من اربع منتخبات عربيه شايف مين منتخب عنده سكواد يقدر يروح لبعيد في كاس العالم؟ مغرب، تونس، السعوديه، قطر. بشوف في المغرب او تونس. المغرب او تونس. المنتخب اللي تتوقع ان يكون مفاجاه البطوله او الحصان الاسود؟ اتوقع منتخب الحصان الاسود. مش شايف حصانها خالص في الموضوع. لا انا بشوف السنغال ممكن يكمل شويه. السنغال ممكن تبقى مفاجاه البطوله. ممكن تبقى مفاجاه البطوله. الكلاش اللي ينتظره احمد عادل، ايه المواجهه او ايه المنتخبين بصرف النظر عن الدور وبصرف النظر عن اللقب في دور ال 16 او في دور الثمانيه يحصل؟ بس المباراه دي لو حصلت تبقى اهم لقاء او اقوى لقاء يحصل مبكر في كاس العالم. نهائي مبكر. بشوف انجلترا وفرنسا. انجلترا وفرنسا لو قابلوا بعض في نص البطوله هيبقى لقاء نهائي مبكر. نجم هيتابعه في كاس العالم 2022، مين النجم الاهم من وجهه نظر احمد عادل؟ ميسي طبعا. اخر البطولات ده اللي انا بتمنى قادر يعملها، ممكن يعملها. اتمنى ياخد كاس العالم اللي ما عملوش قبل كده. اتمنى ياخد كاس العالم. بشكرك يا ابو حميد، نورت الدنيا. شكرا. واتمنى لك بطوله ممتعه ان شاء الله باذن الله. ونتمنى الحقيقه نشوف بطوله ممتعه يمكن تكون فال خير، وممكن تكون حاجه ايجابيه ان البطوله لاول مره تتعمل في الشتاء، فبالتالي اللعيبه مش بعيده عن مستوياتها، مش بعيده عن فورمه الماتشات، ممكن ده ينعكس ايجابا على قوة اللقاءات. وفي النهاية هي البطولة الأهم اللي بينتظرها الكوكب كل أربع سنين. يعني نتمنى إن شاء الله أنها تكون قمة مستويات كرة القدم. بشكركم على المتابعة، وبداية الحلقة إن شاء الله قبل يوم واحد من انطلاق البطولة يوم السبت اللي جاي، نتقابل على كل خير دايما في السادسة. تحياتي ليكم.